السلام عليكم، هسه بدي أعمل فيديو قصير بس عشان تعرف كيف تستعمل المانيول، المانيول الستيل مشان حل الأسئلة. هسه أنا في عندي مثلا بالسؤال، بيجيني بيحكي لي بالسؤال، إذا أجب السؤال مثلا سؤال لو نتعملناش زي هيك، يقول لي مثلا أوجد كذا 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 كذا. هسه هاي الأشياء الكذا طالب منك area مثلا لمين، مثلا ل W10 58 مثلا، بس ما بعرف اذا هذا الرقم موجود، بس انه بالامتحان بكون في رقم موجود. فانت لما تشوف زي هيك في عندك W طالب area، تروح على المانيوال، تروح على الملفات، في عندك عدة ملفات مقسمين او في مانيوال كامل، انت استعمل المقسمين. في عندك هون طلع W section، هذا W طلع هون الشكل 44353، بتنزل. طبعا هو صفحتين، صفحة يعني هاي الصفحة بتكون جنب الصفحة اللي تحتها هيك، لو انه مانيوال عندك يعني صفحة واحد صفحة اثنين. ف من هذا العمود طلع الاريا، هذا طلع دبث، هذا ويب ثيكنس الويب، لانه W section عبارة عن ويب وفلاج، فبدك تعرف انه طلع ثيكنس من هون اريا من هون. فاحنا قلنا 10 ب 58، فبننزل لحد ال 10. هون طبعا قايل لك شنو السكشن 36 33، الصفحتين يعني هذول، فبنزل بلاقي 30 ب 27 24، 16 ب 14، 14 ب 12، 12 ب 10، يعني هون في ها معناته فوق في عندي هون 10، هاي العشرة، هاي العشرات كلياتهم في 10 ب 112، 10 ب 100، 10 ب 88، 10 ب 68، فيش 10 ب 58 لأنه أنا حطيت رقم من عندي. فلو فرض حكى لي 10 ب 45، طلب مني السؤال كان في اريا، فطلب مني اريا، فبنزل على اريا لل 10 ب 45 بطلعها 13.3، فبحط مكان البروسيجر مكان التعويض بحط 13.3. فرضا كان في اشي بدي اضربه بثكنس الويب مثلا، يعني في عندي براغي في بالشباتر ثلاث مثلا، في برغي بقول لك البرغي هذا موجود بالويب، فانت بدك تضرب، بدك مثلا تطرح مساحة البرغي بتكون مثلا قطر البرغي ضرب ثكنس الويب، لانه هو موجود بالويب، فبتروح على الويب على 10، هذا الويب، هذا عمود الويب 10 ب 45، ثكنس الويب 350.350، والفلانج نفس الشيء، اذا البراغي بالفلانج بتحكي مثلا 0.620. تمام. هسه في شغلات ممكن احتاجها اللي هي مثلا محور اكس محور واي، يعني المومنت اوف انرشي الاكس ناخذها مثلا شابتر 4 او 5 او 6 ل 10 و45، هذا العمود مش كاتب لك كل الشكل، هذا العمود كاتب لك الرقم الثاني. فانت كان عندك 10 ب 45، لانه هاي 12 و10، ف 10 ب 45 بدور على 45، هاي 45، هاي 45، 45 ايش بدي مثلا مومنت اوف انرشي لاكس بستعملها بالحل، بتطلع 248. طب افرض لواي، هاي لواي 53.4. طيب افرض انه ار، في اسئله بتحتاج ار اللي هي الريدس اوف دايريشن، مثلا اسئله الكولوم شابتر 5 6 7، كي ال اوفر ار. طيب الار ايش هي؟ الار هي 4.32 2.01 وهكذا. يعني انا مثلا جاب لي سؤال دبليو بتطلع خصائص لشكل، هاي كل بروح بدور على المانيوال، بدور على الاريا، على الويب، على الفلانج، على ار، على الاي وهكذا. طب افرض ال سكشن، ال سكشن نفس الاشي، انا بحتاج الاريا، مش دائما الاريا اول عمود، انت الاريا هون مثلا اقرا المحتويات، قال لي مثلا ال 8 ب 6.5، فهاي ال 8 ب 6 وهاي النص، معناته انا هاي الخصائص عندي بهذا الصف، هذا الصف عندي هون الاريا، عندي هون انا مثلا بحتاج المومنت اوف انرشيا، بحتاج الار اكس مثلا، بحتاج الواي بار، بعدين هذا محور اكس اكسس، ال سكشن فيه اكس واي زد، بس زد ما بستعمله الا بحالات معينه، الانجل مثلا زي ما قلنا 8 ب 6.5 هيها، الاي للواي هيها، الار واي هيها، اذا بدي للزد ار زد، في اس محتاج ار زد هيها. في عندي دبليو تي نفس الحالة، اذا قلت دبليو تي 20 كذا باخذ المانيوال وبمشي. هسا في بعض الاسئلة بتلاقيها مش بالكتاب قوانينها، بتلاقيها بالمانيوال حسب الشابتر، يعني مثلا هذا اشي اسمه شابتر اي بخص الكومبريشن ممبر، كومبريشن ممبر هو شابتر 5 و6 و7، في بعض المعادلات مثل
مثل هذول ما بتلاقيهم بالكتاب، راح اقول لك ارجع للمانيوال، فانا بحتاج برضو هاي الشابتر، شابتر اي شابتر دي وهكذا. ف بتلاقي هون ايش المعادلات اللي انا ممكن تستعملها بالحل او جداول معين، يعني هذول المعادلات باللوكال باكلينك لما توصل شابتر 6 بتلاقي هاي المعادلات انت راح تستعملها. وهذا المانيوال مرات افضل من الكتاب بيكون، لانه الكتاب مرات بيكون فيه اخطاء، الكتاب مرات بيكون فيه اخطاء. فان شاء الله انه هذا الاشي يكون هذا الفيديو السريع انه فيتكم كيف تستعمل المانيوال.